اتربت في عيلة فنية زي ما بيقول الكتاب، وبقت منتجة سينمائية زي أبوها. أخوها فنان وجدها لأمها مطرب أفلام الزمن الجميل، وعمتها فنانة معتزلة شهد رمزي. دخلت الفن متأخر، ولكن في وقت قياسي عملت لنفسها اسم كمنتجة، وعلى التيك توك مع بنتها الوحيدة قلبت دنيا. اتجوزت مرتين، مرة من فنان والتانية من منتج ومخرج شهير. تعالوا نعرف إيه حكاية المنتجة شهد رمزي، وإيه علاقتها بالفن، وإزاي اتشهر. مفاجأة عن علاقتها بأحمد فهمي وكريم السبكي. شهد من صغرها طلعت لقيت نفسها في بيت معجون بالفن، اللي مطرب واللي منتج واللي فنان، وورثت كل ده عنهم. من ناحية أبوها فهو المنتج محمد حسن رمزي، صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي، واللي ورث الإنتاج عن والده كان مخرج ومنتج برضه، وعمتها الفنانة المعتزلة هدى رمزي، وأخوها يبقى شريف رمزي. كمان جدها لوالدتها يبقى المطرب والفنان عبد العزيز محمود، دي أعمال كتير قوي في أفلام الزمن الجميل. وبحكم شغل عيلتها في الفن فكان ليها علاقة كبيرة بنجوم وصناع السينما والدراما، فكان من صغرها واخدة أبوها قدوة وعاوزة تبقى منتجة سينمائية زيه. هي مصاحبة كل الفنانات وعلاقتها حلوة بيهم جدا، وصديقة مقربة لزينة، ففي عيد ميلاد زينة هنتها وقالت لها: أقرب وأحن وأكتر إنسانة بحبها في حياتي، ربنا ما يحرمني منك ويخلي لك بنتك وينجحك في شغلك وحياتك يا أصغر وأحلى منتجة في العالم. شهد اتجوزت مرتين، المرة الأولى في 2015 كانت هي أول زوجة لأحمد فهمي في بدايات دخوله الوسط الفني، عرفته أثناء فيلم سمير وشهير وبهير اللي كان من إنتاج باباها. بس للأسف الزيجة دي ما استمرتش كتير وانفصلوا، ولكن الانفصال كان في منتهى الاحترام. فضلوا صحاب لدرجة إنها لما اتجوزت بعده من كريم السبكي كانت بتحضر أعياد ميلاد كريم فهمي عادي وبيتقابلوا، ووقف معاها بعد رحيل مامتها، ولحد النهاردة محدش يعرف أسباب الانفصال. في 2016 بقى اتجوزت كريم السبكي، حضر فرحهم طبعا كل نجوم ونخبة المجتمع، وأحيا الفرح أكبر وأشهر المطربين. استمرت الزيجة دي سنتين ونص تقريبا، ولكن برضو انفصلوا وكانوا خلفوا بنتهم ليالي، وكان آخر ظهور ليهم سوا في عيد ميلاد كريم فهمي في 2018. المفاجأة بقى إن شريف رمزي قبل ما يتجوز ريهام أيمن كان متجوز منة بنت حسين فهمي، اللي اتجوزت بعد كده من أحمد فهمي، وكانت الزوجة التانية ليه بعد انفصاله عن شهد. شهد ادت بنتها ليالي كل لحياتها، لحد ما كبرت وبقت تظهر معاها على التيك توك وتعمل معاها فيديوهات ظريفة بتعجب الجمهور، ودي وهي وأمها بيقلبوا الدنيا. الكل لاحظ إن ليالي فولة واتقسمت نصين من أبوها في الملامح والشكل، ولكن ورثت برضو من أمها خفة الدم والروح الحلوة وموهبة التمثيل، ومن دلوقتي بتتدرب في الفيديوهات وأمها بتشجعها. طبعا طول الوقت شهد كان نفسها تاخد خطوة الإنتاج، وما عملتش كده إلا من 4 سنين بس في 2020. كان أول إنتاج فيلم ليها فيلم الخطة العايمة من إخراج معتز التوني وتأليف كمز وأحمد عبد الوهاب. معتز كان هو السبب واللي ساعدها انها تدخل مجال الانتاج، كان رايح له بفيلم غير الخطة العايمة اصلا، ولكن استقروا عليه في النهاية. كمان شاركت في لجنة تحكيم لمسابقة لقطة واحدة دقيقة واحدة هي سينما الموبايل، وده كان ضمن فعاليات مهرجان شاشة في الجونة. شهد علاقتها بأسرتها وإخواتها قوية جدا، وأمها اللي رحلت من حوالي 10 سنين شهد علاقتها بأسرتها وإخواتها قوية جدا، وكمان بوالدتها اللي رحلت من 10 سنين. كمان أخوها صلاح اللي قعد في غيبوبة سنتين وبعدها رحل، رحيله كان صدمة كبيرة ليهم. ما بقاش ليها حد غير شريف اللي بتحبه حب مش طبيعي، وقبل كده وجهت له رسالة وقالت: أحبك كثيرا ومحظوظة جدا لأنك شقيقي وظهري، والدنا رحل ومحدش أخد مكانه غيرك، أنت أبويا وأخويا وأفضل صديق. وده كان وقت انفصالها، فكان جنبها وفي ظهرها.